الجهد والعمل الشاق ما يخوفنا أبد، لأن هذه قصة بلدنا. طارق حامدي، لاعب كاراتيه في المنتخب السعودي للكاراتيه. بدأ مشواري تقريبا في بداية 2009. كانت أول مشاركة لي مع المنتخب السعودي للكاراتيه في بطولة آسيا 2012 في طاشكند، وحققت فيها برونزية. تتطلب رياضة الكاراتيه تضحيات كبيرة والتزام شديد، سواء بالوقت أو بالتمارين أو بالتغذية، والصبر طويل. لما توجت بالميدالية الفضية كنت جدا حزين لأني ما حققت الميدالية الذهبية للسعودية، لكن بعد كلمات سمو سيدي ولي العهد فرجت صدري كثير، يعني قال لي هذا اللي بصدرك ذهب وأنا والشعب السعودي نشوفها ذهب. هدفي بعد طوكيو بإذن الله ذهبية في باريس، تكون أكثر من ميدالية إن شاء الله باريس بالنسبة للكاراتيه السعودي، عن نفسي ذهبية إن شاء الله. أنا طارق حامدي، أنا السعودية، أنا المستقبل، أنا التغيير.